أهمية وضع مباريات ودية في الأرجل قبل أقل من شهر عن بداية المنافسة الرسمية هو واقع يبدو أن الطاقم الفني الوطني سيسعى للعمل على تطبيقها في القريب العاجل، على غرار ما تم القيام به قبيل تصفية الكان والمونديال الماضيين. تصريحات غوركو في آخر ندوة صحفية حول البرنامج المزمع تطبيقه يؤكد على أن المباراتين الوديتين ستكونان هاته المرة أمام منافسين من العيار الثقيل من أجل تقييم حقيقي للمستوى العام للخضرة، وهو ما سيكون تحضيرا مفيدا لمنتخبات كبيرة في تصفية مونديال روسيا والتي ستعرف مباشرة عقب القرعة التي ستسحب بسان بيترسبورغ. الحديث عن برمجة خرجات ودية يجرنا لتنبؤ المنتخب المنافس المرتقب الذي لن يخرج أكيد عن دائرة الكبار في صورة الفيلة الإيفوارية والتي تبدو في طريقها للموافقة على الطلب الجزائرية، إضافة إلى منتخبات نيجيريا وحتى السنغال، وإن لم يتأكد الأمر إلا أن هكذا مباريات ستكون من دون شك مفيدة للجميع في ظل قيمتهما الثابتة قارياً. اختيار كوت ديفوار ونيجيريا وحتى السنغال لا ينبع عن مصدر الصدفة على اعتبار استحالة وقوع هذه الأخيرة في نفس مجموعة الجزائر الخاصة بتصفية المونديالية في ظل تقارب مستواها الذي لن يقل أكيد عن الصنف الأول. هذا ولم يتم بعد الاتفاق على مكان إجراء هذه المواجهات الودية، خاصة وأن أرضية ملعب 5 جويلية لم تجهز بعد بصفة كاملة، والحديث عن ملعب مصطفى تشكارة يبقى تأكيده سابقا لأوانها.